بناء على معلومات واردة مفادها قيام أحد الأشخاص بتخريب اللافتات المخصصة لوضع الصور للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي تم وضعها من طرف الجهة المختصة في المكان المخصص لها. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل السريع لأفراد الدرك الوطني بسيدي عبد الله إلى عين المكان ليتم توقيف شخصين مشتبه فيهما في ظرف وجيز، والذي رفعت ضدهما جنحة إتلاف أموال عمومية. معلومات وبيانات الخاصة بالمترشحين، جنحة القيام بالاعتداء عمدا على الملصقات المتضمنة معلومات وبيانات وصور المترشحين المنشورة في الأماكن المخصصة لها. الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الله فتحت تحقيق في القضية، وسوف يتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.